السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين أن النفس الزكية التي تظهر قبل المهدي ستكون من المغرب العربي. الرؤية كالآتي: جاءتني رؤية من أحد الأحبة في الله على اليوتيوب، قال: السلام عليكم يا شيخنا الفاضل، تطلعت على كل فيديوهاتك فتشوقت أن أقص عليك رؤيا، عسى أن تجد لها تأويل. رؤيا في منامي أن أنظر إلى التلفاز حتى بي أرى الأستاذ محمد الحسان المصري، وهو يقول: قد تكون النفس الزكية من حراك الجزائر، حتى سمعت صوتا من ورائي يقول: من الغرب، وانتهت الرؤيا. زودنا بتأويلك جزاك الله خيرا، وإلا راك المعبدي، وشكرا. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. أحباب الله، الرؤيا واضحة إنه النفس الزكية راح تظهر من المغرب العربي، إما من الجزائر أو المغرب أو تونس، وهذا راح تظهر قبل ظهور المهدي، لأنه من علامات ظهور المهدي ظهور النفس الزكية، وهذه النفس الزكية والله أعلم أنا نزلت أشرطة، يعني مش شرط يكون شخص، في ناس بيقولوا شخص، مش شرط يكون شخص، بس النفس الزكية هي التي تقتل في سبيل الله. قلت علي أحباب الله، يعني ممكن يكون شخص أو مجموعة من الأشخاص راح ينقتلوا في سبيل الله، ومن بعدها يكون سبب ظهور المهدي عليه السلام. والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.